اهلا ومرحبا بكم في الحلقة رقم 20 من سلسلة حلقات هاشتاج اسأل الدوك. كنا اتكلمنا في الحلقة رقم 19 عن الـ BCAA او الـ Branch Chain Amino Acids، وكنا ابتدينا بنوع واحد فيهم اللي هو الـ L-Valine. قلنا ان الـ L-Valine مشكلته انه بيعمل حاجة اسمها Insulin Resistance، وإنسولين ريزيستنس دي معناها ان الجسم لا يستجيب للإنسولين اللي بيفرزه البنكرياس بتاعه لأسباب عديدة مش هندخل فيها. طيب التايب 2 دايابيتس ده احنا نعرفه؟ طبعا عارفينه. لما نبص عندنا في الأسرة او نشوف قرايبنا او اصحابنا الكبار في السن، ممكن الواحد يجيله تايب 2 دايابيتس لو هو ما بيتمرنش او بيمارس الرياضة او عاداته الغذائية سيئة جدا او نتيجة الاتنين مع بعض. طب هل انا هاخد مكمل غذائي ممكن في يوم من الايام يساعد ان يحصل لي حاجة زي التايب 2 دايابيتس او الدايابيتس اللي بتظهر على السن المتقدم في العمر المتقدم؟ اكيد لا. طب هو الالفالين كده دكتور ملوش اي عزة؟ لا، هو له عزة. الالفالين بيمنع انتاج مادة في المخ اسمها السيروتونين، والسيروتونين ده مسؤول عن الاحساس بالراحة والارتخاء، تبقى كده ريلاكست كده ومريح. طب وده فايدته ايه؟ لو انا منعت السيروتونين قبل ما ادخل التمرين هخش التمرين وانا فايق، وعشان كده الناس بتقول او الكتب بتقول لو عايز تاخد الفالين خد الالفالين قبل التمرين، عشان الالفالين ده هيقلل افراز السيروتونين اللي بيسبب الاحساس بالراحة والارتخاء، عشان احنا مش محتاجين نريح في التمرين، احنا محتاجين نكون مفوقين جدا. طيب والايزوليوسين واليوسين يا دكتور؟ الايزوليوسين بياخد الجلوكوز بيدخله جوه العضلة ومن العضلة تتحرق على طول. طب والال ليوسين؟ الليوسين بيدخله على العضلة وبعد العضلة يطلع يتخزن في فورمة الجلايكوجين، وده سبب من الاسباب ان انا دايما بقول اللي عايز ياخد البي سي اي ايز ياخدهم منفصلين عن بعض، ما ياخدهمش مع بعض، علشان ممكن يكنسلوا بعض وممكن يأثروا على بعض بالسلب. يعني لو حضرتك عايز تاخد الليوسين خد الليوسين مع الجرعة بتاعتك بتاعت الواي بروتين بعد التمرين، علشان هو هيساعد في حاجة اسمها بروتين سنتيزيز، يعني زيادة في بناء الكتلة العضلية، وهيقلل الكاتابوليزم يعني هيقلل تكسير الكتلة العضلية. ده كده واحد. حضرتك عايز تاخد الال فالين تتكرم وتاخد الال فالين ده قبل التمرين، هيقلل المادة اللي اسمها السيروتونين فهتحس انك انت فايق في التمرينة بتاعتك. بس كده. اما بقى انك تنزل تشتري البي سي اي اي على بعضه والتلاتة في مركب واحد وتاخدهم في وقت واحد، او تحطهم كمان اسكى من كده تحطهم على الواي بروتين اللي فيه كل الامينو اسيد سبكتروم، فانت كده بتضر نفسك وبترمي فلوسك في الشارع، وما اعتقدش ان ولا واحد فينا ممكن يعمل حاجة زي كده. فرجاء اللي عايز ياخد البي سي اي اي ياخد منه بس الال ليوسين بعد التمرين، عايز ياخد الال فالين قبل التمرين، الايزوليوسين مش هيبقى له عزة خالص. احسن حاجة عايز تعملها ما تاخدش غير الليوسين ده، اكترهم فايدة، خده بعد التمرين. اشوفكم في الحلقة الجاية من سلسلة حلقات هاشتاج اسأل الدوك. اتمنى ان تكون الحلقة دي عجبتكم، ولو عندكم اي اسئلة ابعتولنا اما على الفيسبوك يا اما على الانستجرام هاشتاج اسأل الدوك ايجيبشن فيتنس بيج. اشوفكم على خير ان شاء الله.